إذا سألوك عن مدمر الفلاجشيب فالإجابة أكيد ستكون هاتف ون بلس، لذا سنتعرف على الإصدار الجديد 7 برو. السلام عليكم شباب، معكم محدثكم مولاي أمين، واليوم حديثنا عن ون بلس 7 برو، الهاتف الجديد من الشركة الرهيبة. يعني هذا الهاتف محبوب كثيرا لدى المستخدمين، يأتي بميزات رهيبة بأداء عالي جدا بكاميرا جميلة، وهذه المرة تصميم مميز جدا. دعنا نتعرف عليه في البداية. وبالنظر إلى تصميم الهاتف، من الجهة الأمامية لدينا حواف خفيفة جدا مع عدم وجود نوتش أو أي شيء في الأعلى ولا في الأسفل، فقط الحواف الخفيفة. من الجوانب لدينا بعض الانحناءات، أما من الجهة الخلفية فلدينا تصميم رائع مع ألوان متدرجة، حيث نجد وسط الهاتف كاميرا ثلاثية في إطار خفيف، أسفلها فلاش وأسفله شعار الشركة، وهو تصميم كامل من المعدن بإطار من الألمنيوم وواجهة من الزجاج. وزن الهاتف 200 غرام بسمك 8.8 ملم. عن شاشة الهاتف، فهذه المرة لدينا إبداع جديد، فهي شاشة فلويد أمولاد بحجم 6.67 إنش، دقة QHD+، مكثفة بكسلات قدرها 516 PPI، تأخذ من الواجهة 88%، مع حماية كورنن غوريلا غلاس 6، مع تقنية DCI-P3 ودعم HDR10+، ومعدل تحديث قدره 90 هرتز، الذي يجعلها مناسبة للتصفح وللألعاب طبعا. عن نظام الهاتف، وهو يشتغل على أندرويد 9 باي مع واجهة أكسجين OS 9، وطبعا سيحصل على تحديثات أندرويد كيو الذي تحدثنا عليه على موقعنا الرسمي. أما عن المعالج فهو آخر إصدار من شركة كوالكوم، وهنا نتحدث عن إصدار سنيب دراجون 855 بتردد 2.84 جيجاهرتز مع معالج رسمية أدرينو 640. يأتي الهاتف في إصدارات مختلفة، نتحدث عن النسخة الأولى تأتي مع رام 6 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ولدينا نسخة ثانية تأتي مع رام 8 أو 12 جيجا بايت مع مساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، تدعم نقل البيانات بسرعة كبيرة جدا، ولا يمكن طبعا وضع ذاكرة تخزين خارجية ميكرو SD على هذا الهاتف. وقد حقق الهاتف على منصة فحص الأداء أنتوتو 378 ألف نقطة، وهو تنقيط عالي جدا يوحي إلى أداء رهيب جدا. كما أنه يدعم ميزة تبديد الحرارة، يعني لا وجود لارتفاع الحرارة على الهاتف أثناء لعب الألعاب القوية. بالعودة إلى الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف، فهي ثلاثية كما قلنا، الأساسية بدقة 48 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.6، تدعم التركيز عن طريق الليزر مع تثبيت بصري، ولدينا كاميرا ثانوية إلترا وايد 16 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2، والكاميرا الثالثة هي التليفوتو بدقة 8 ميجا بكسل، تدعم تقريب بصري 3 مرات مع تثبيت بصري وتركيز عن طريق الليزر بفتحة عدسة 2.4، مع فلاش ثنائي والدعم تقنية HDR تصوير فيديوهات 4K وتصوير بطيء HD 480 إطار في الثانية مع الأوتو HDR والذكاء الصناعي. وعن كاميرا السيلفي فهذا لم نتحدث عنه في التصميم، وهي كاميرا منبثق، هذه الكاميرا بدقة 16 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.0 وتصور هي أيضا بزاوية عريضة مع دعم تقنية الأوتو HDR وتصوير فيديوهات FHD مع تقنيات الذكاء الصناعي لتحسين صور السيلفي. يدعم الهاتف تقنية الصوتيات دولبي أتموس، ولكنه للأسف لا يأتي مع منفذ سماعات، ويأتي مع بلوتوث الجيل الخامس ومستشعر بصمة مدمج على الشاشة، كما أنه يأتي بمنفذ USB Type-C لستار 3.1، ويأتي مع بطارية 4000 ملي أمبير تدعم شحن سريع باستطاعة 30 واط، ويدعم تقنية Warp Charge التي تشحن 50% من البطارية في 20 دقيقة فقط. ويبدأ سعر بيع النسخة الصغيرة من $670 والنسخة الكبيرة من $750 أمريكي. بالنسبة لتحليل هذا الهاتف، نتحدث عن تصميم جميل، والله صراحة أعجبني تصميم الهاتف كثيرا، روعة. والشيء الوحيد الذي أعبته في هذا التصميم هو ثقل الهاتف، ولكن مع شاشة عملاقة وشاشة بدقة عالية جدا فأنا يعني أعجبني هذا الهاتف صراحة. من الجهة الأمامية يعني الشاشة مع الحماية، والجهة الخلفية تصميم رهيب جدا. أما عن أداء الهاتف فلا حديث عنه، فهو أداء عالي جدا ومن أقوى الأداءات التي ستحصل عليها في الهواتف
الحديث الذكية حتى الساعة، وعن الكاميرا الخلفية كاميرا أيتم تثبيت بصري تقريب بصري، يعني شيء رهيب جدا في هذه الطبقة السعرية. وعن البطارية فقط أعطتكم الشركة بطارية كبيرة، لأن الهاتف يأتي مع شاشة عملاقة كاميرا أيتم، لكن نظام يعني وتقنيات الحفاظ على طاقة البطارية هي أيضا عالية جدا، وسيصمد معك الهاتف لفترة طويلة جدا. والنسخة 6 جيجا بايت مع 128 جيجا بايت ب 650 دولار أمريكي فقط، يعني نتحدى أي شركة تعطينا هذا الخيار في هواتفها الجديدة. كان هذا تعليقي على الهاتف، أتمنى أن تكون قد عجبتكم الحلقة. إذا لا تبخلوا علينا باشتراك في القناة، طبعا مشاركة الفيديو إن أردتم مع أصدقائكم. دمتم في رعاية الله.